تغذية الرجال بعد عمر الخمسين موضوعنا الأساسي اليوم بإيت سمارت مع رندا فهد، ولكن مثل العادة خبريتها لرندا والمسابقة. صباح الخير رندا. صباح النور ستيفاني. حبيت اليوم خصص حلقة للرجال، ما بعرف، حسيت إنه إحنا كتير بنتحدث عن الأولاد، بنتحدث عن النساء، ولكن في كتير أوقات نحن كأنه هن ما عندهم بروبليمات 100%، ولكن هن كمان فيهم يواجهوا مشاكل معينة وخصوصا بعد هذا العمر. مثل ما قلت ستيفاني رح بلش بالكومبيتيشن، بيري لايتس كومبيتيشن. بالمسابقة السؤال هو أي في بوتاسيوم أكثر، هل هو البطاطا الحلوة أم الأفوكادو؟ طبعا المشاهدين من امبارح بلشوا بكثرة يجاوبوا على الفيسبوك بيجز الام تي في الايف أو ار دي اف رندا دنيا فهد أو بيري لايت هيلث سنتر. أكيد معكم لا أسبوع الجاي ثلاثة عنا رابح أم رابحة. خبريتي ستيفاني، أنا حبيت عم خبر العالم دائما شو عم يصير في مستجدات بالتغذية، وهلأ الملصق الغذائي اللي على طول بعده عم ينعمل أبحاث شو لازم يحطه حتى يكونوا عم يفيدوا العالم، وحتى يكونوا نحن وعم نقرأ الملصق الغذائي كأشخاص معينة منهم باختصاصهم يعني الموضوع يعرفوا يفهموا 100%. فهلأ من الضروري بال 2020 رح ينزل ثلاث أشياء زيادة ما كانت موجودة من قبل، هي قديش كمية الفيتامين دي اللي هو موجود ب قلب الأكلة. هلأ نحن بنعرف أهمية الفيتامين دي ليساعد على امتصاص الكالسيوم وأهميته بالمناعة وإلى آخره، وبننتبه أنه الفيتامين دي نحن بناخده من الشمس، ولكن هل في أكلات عم تحتوي فيتامين دي؟ الجواب هو إيه، فليش ما بيكون محطوط بالملصق الغذائي حتى واحد يكون عارف حاله إذا عم ياخد كمان شوي من الأكل أم لا. لازم يكتبون شوي أكبر كمان، لازم مزبوط. ينتبهوا على شيء تنقريهم بسهولة. هلأ بالنسبة للأكبر بدنا نذكر أنه مش كل شيء فيه يكتبوا أكبر، بس بيكتبوا نو كوليسترول نو هيدا دغري بنشتري، منفكر أنه هالبرودوي منيح ودغري منشتري. مزبوط. هلأ هيدي وقت يحطوها هاي فايبر نو كوليسترول أكيد هي بتكون كتير كتير مزبوطة، ولكن مثل ما قلت الطريقة اللي بتنحط فيها هي لتجذب المشتريين لأنه يشتروا. هلا ولكن كمان عم يحطوا اكبر صاروا قديش فيها، شو هي الحصه، قديش هي الوحدات الحراريه، قديش بتحتوي على دهنيات، عم نحط اكبر كمان الالياف، هول صاروا اوريدي موجودين بكذا ملصق غذائي. لكمل هون بخبريتي انه ثاني شيء بده ينحط بالملصق الغذائي ويضوا عليه هو البوتاسيوم. فالبوتاسيوم اللي نحن بنعرف قديش هو مهم للضغط، قديش هو مهم كمان مثل ما قلنا امبارح للعصب، قديش هو مهم كمان للعضل، فلكونتراكشن العضل. فهون كمان عم ينحط كمية البوتاسيوم اللي هي بالإجمال إحصائيا كمان بين أنه العالم عم ياخدوا تقريبا نص كمية البوتاسيوم اللي هي مطلوبة لهم. وثالث شغلة بدها تنحط هي كمية السكر المضاف، لانه قديش في سكر بالاكل هون كمان العالم صارت تضيع فيه، هل هو السكر الطبيعي او السكر مش طبيعي؟ شو يعني مش مضاف؟ بس تنعطي لمحه للمشاهدين. يعني انا وقت اكون عم باكل تفاحه فيها سكر، هذا سكر منه مضاف. وقت اكون انا بالاصل عم باخذ لنقول شيء اللي هو من مشتقات لنقول الحبوب، بقلبها اوريدي فيها سكر هي جايه من النشويات، فاذا هذا سكر منه مضاف، السكر المضاف هو اللي بيرجع بينزيد اذا كان في سكر اللي بنستعمله نحن الابيض سكر طاوله، اما كان في قطر، اما كان في دبس، اما كان في عسل الى اخره، هذا اسمه سكر مضاف. ونحن بنعرف انه بالنهارنا من مجمل غذائنا ما لازم يكون عندنا، لازم على الاكيد يكون اقل من 10% هو السكر المضاف، هذا اذا قررنا ناكل سكر. وهذا السكر المضاف بدي اخبر كل المشاهدين انه على الاكيد فيكم ما تعيشوا بدونه، ما بيصيركم شيء ابدا، انه ما تاخذوه ما بيصيركم شيء. فهول الثلاث اشياء والسكر المضاف بوتاسيوم والفيتامين دي رح تشوفوهم بال 2020 بتطالع زيادات على الملصق الغذائي. جريت، تنرجع لموضوعنا، بدنا نجي عند الرجال بعد عمر الخمسين. بعد عمر الخمسين، هلا بعد عمر الخمسين كذا شغله فيها تصير، وفي تصير شغله منها مع الرجال وطبعا فيها كمان ما تصير، ولكن انا عم بدي احكي بالاجمال الرجال اللي بيصير معهم انه مثله مثل حي الانسان بهيدا العمر شوي حرق الوحدات الحراريه بخف عندهم. هلا وخصوصا الرجال اللي هن كانوا كثير رياضيين
خصوصا الاثليت اللي هن كانوا معودين انه ياكلوا كثير كثير كميه كبيره ويحرقوها بكثير خلال الرياضه. حتى هلا الانتنسيتي قديش قوه جسمهم لتعمل رياضه شوي بدها تخف، فهيدا الشيء عم يخليهم يزيدوا بالوزن. ومعظم الرجال الخليه الدهنيه عندهم هي بميله البطن كرش. فعم يحسوا انه البطن عم يكبر. فهون اول شغله بده ينتبهوا له هو قديش بدهم ياكلوا، وخصوصا اذا كانوا رياضيين بدهم ينتبهوا انه مزبوط صار وقت نخفف شوي باكلنا لحاله. ما لازم نقول للرجال بلا كرش ما بيسوى قرش. لا لا هيدي مقوله بركي كانت اخترعوها حتى شوي هن يرتاحوا نفسيا. بس هي ولا مره كانت غير للريحة النفسية، أنا بعتقد هيك. أوكي كم بدي أخذ رأيك؟ رأيي واضح استفاني. فهيك فاللي بدي أقوله أنه أكيد كمان هون منيح يلتجوا لأخصائي التغذية حتى يكونوا الطريقة اللي عم يخففوها تكون طريقة صحية. هذا واحد. الشغلة الثانية اللي معقول الرجال يتعرض له ونحن منخف منه هو يصير معه بروستيت كانسر. ونحن حتى ما يكون في هذا الموضوع فمن الأكلات اللي هي كتير ضرورية ناكل أكل اللي بيحتوي اللايكوبين. فمادة اللايكوبين اللي هي مانع التأكسد اللي هي موجودة بكل شيء بذكركم لونه أحمر، يعني بالبطيخ في كتير لايكوبين، حتى ما نضل نقول بندورة، البندورة فيها كتير. بذكر أنه كل ما نطبخ البندورة كمية اللايكوبين بيبقى بتزيد أكتر. فإذا هون الأكلات اللي هن الفريز في لايكوبين، وقت تفكروا بأكل لونه أحمر تذكروا أنه فيها لايكوبين. هذا الشيء مظبوط، فواكه الخضرة، هذا شيء فيكون عم يحمي ضد بروستيت كانسر سرطان البروستيت. كمان كرمال الكانسر بروستيت كانسر لنحمي بدنا ناخذ مانع تأكسد ثاني اللي هو السيلينيوم. فالسيلينيوم هي من المعادن اللي نحن فينا ناكلها بالأكل. وين موجودة؟ موجودة أكثر شيء بالأشياء المزروعة، فإذا عم نحكي بالخضرة موجودة خصوصا بقشرة الخضرة، موجودة بالحبة الكاملة. فإذا أنا إذا عم باخذ حبوب بدي أخذها كاملة، هذا شيء كثير مهم. والأشخاص اللي بياكلوا الرز والقمح، الرز والقمح والمعكرونة اللي هي معمولة هول بدهم يكونوا الحبة الكاملة. وهون كمان وين موجود السيلينيوم؟ أكيد السيلينيوم موجود كمان بالبقوليات، البقوليات خصوصا وقت ناكلها ونخلي القشرة فيها. وموجود كمان باللحمة طبعا إذا الأشخاص اللي بياخدوا لحم. هلأ كمية السيلينيوم بحب شوي أذكر شغلة عنها أنه هي بتختلف أوقات بين أكلة وأكلة، حتى بتختلف حسب وين مزروعة الأكل اللي نحن عم ناخدها. يعني مثلا الفاصوليا وين مزروعة، أو حتى القمحة وين مزروعة. لأنه إذا التربة بتحتوي سيلينيوم أكتر هيك بيكون الأكل اللي عم ناخده عم يحتوي هالمادة أكتر. فإذا هيتين شغلة معقول يواجهوا الرجال بهذا العمر. ثالث شيء معقول يواجهه هو مشكلة الجوت، أما النقرس اللي هو من وين بيجي؟ من وراء مشكلة الملوحات، يعني اليوريك أسيد اللي هو النقرس. هو ستيفاني وقتها يصير في عنا الإبهام عنا خصوصا بالإجر الأصبع الكبير، بيصير بتحسي أنه هو مورم، في عنا العظمة عم توجعنا. فإذا هون بيجي من وراء الملوحات. هلا الملوحات كيف شو لازم ما ياكلوا؟ هون نحن في كتار بيقولوا ما منيح التوميتو البندوره، وفي كتار بيقولوا ما خص البندوره فيهم ياكلوا. شو هلا هي اكثر شيء هون بالملوحات بالحقيقه تخفيف الملح. فالملح هو بالفعل اسم مع مسمى. مزبوط، هو الأساس هون بدنا نكون عم نخففه. ومن الملح اللي بحكي عنه أنه عم بوجه للرجال اللي بيحبوا المكسرات بهيدا العمر. فبدون ينتبهوا أنه إذا عم ياخذوا مكسرات اللي هي كتير صحية، هلا رح نحكي عن القلب بعد شوي، بدون يكونوا عم ياخذوها بدون ملح. طبعا اللي بيحب الكبيس كمان بده ينتبه بده ياخده بلا ملح. وتناول الاكل برات البيت بطبيعه الحال في كميه في ملح بالقليله اكثر بدبل من هي بالبيت. صح. صرنا بعمر، اذا عم نحكي هيدا العمر، صرنا قادرين نفوت على المطعم ونقول لهم شو نحن بدنا، نقول لهم انه هالاكله بدي تجيبوها بس ما بدي تضيفوا ملح عليها. فهالشيء في ساعدنا. وبدي نبه كمان الصويا نحن وعم ناخذها بمأكولات اليابانيه ونحن عم ناكل سوشي.
غير الملح كرمال هالموضوع هو الانشوا والسردين. فاذا الانشوا والسردين فيهم يعلوا الملوحات. وثالث شغله هون اللحم الاحمر وخصوصا اعضاء الحيوان. فهن هول الاساس. هلا وقت نحكي بنرجع على البندوره. البندوره مزبوط فيها ماده اللي هي الاوكزاليك اسيد. هلا انا لانه البندوره شغله كثير مهمه بصحتنا منيح نعمل فحوصات اذا كان عندنا عم نتعرض للاوكزاليك اسيد عم يعلى منيح نحن نخفف البندوره اما نشيلها من اكلنا. ولكن اذا الاوكزاليك اسيد مش عالي تناول كميه البندوره بالنسبه لنا ناكل لشخص يعني. اليوريك اسيد مقبول اجمالا بالنسبه للرجال ما عندنا هالمشكله قد بدنا ناكل. بالنسبه للنساء هون الخبريه انه بتعرفي اوقات نحن كثير تفكيرنا بدنا نعمل ريجيم ونحن بنحب اللقمه كنساء فاوقات ناكل فينا خضرة. نعم فينا نكون عم نجيب علبه البندوره الكرزيه ناكلها كلها. فينا نكون عم نجيب كذا راس بندوره كنا عم نقصه. الرجال بالاجمال ما بيلقمشوا بالاجمال هن اشخاص بياكلوا وقعات كبيره. غلطانه اذا في هيك وفي هيك في هيك وفي هيك بس قلت اجمالا انا وفي اللي بياكلوا قعات كبيره وبيلقمشوا طبعا هالكلام كثير موجودين. وما بدي طبعا انهي حلقتي بدون ما اقول انه الرجال بهالعمر معرض لانه يعلى ضغطه ومعرض كمان لمشاكل القلب. لا عم نحكي على كل شغله معقول يتعرض لها الرجل. فهون كرمال الضغط كنا بنعرف الانتباه على الملح بنعرف قديش لازم ناكل الاشياء اللي بتحتوي بوتاسيوم. قلنا يومين عم نحكي على البوتاسيوم ومنا ذكرنا امبارح واليوم عم نحكي على البطاطا الحلوه وعم نحكي كمان على الافوكادو. وكمان اذا عندنا مشكله الضغط من اهم الاشياء اللي بدنا نعملها شغلتين هو انقاص الوزن خصوصا بميلة البطن والرياضه. واخيرا المشكله الكوليسترول اكيد نحن بدنا ننتبه. بنعرف صار الكل بيعرفوا كيف بدهم ينتبهوا ويتحاشوا الاشياء المقليه. ولكن بحب اذكركم كرمال الكوليسترول هو تناول السمك. بحب اذكر اهميه الرياضه. بحب اذكر انه النشويات اللي عم تاكلوها بليز بليز تكون بالحبه الكامله. فيري جود. Thank you, رندا, على المعلومات الحلوة. Have a nice day ومنشوفك الأسبوع الجاي. الله راد. و bon voyage. Merci. مشاهدينا رح تكونوا مع Get Fit مع أمين ديب بعد شوي.